الموضه في الميك اب في 2019 شتاء وصيف؟ بصي احنا لو هنتكلم في الشتاء، الشتاء دايما بيحب الغوامق في الوانه، يعني حتى في لبسنا هتلاقينا احنا دايما بنميل للغوامق في الشتاء. الصيف بيحب الالوان الزاهيه، فاهمه؟ الباستيلات، الفاتحه، الفواتح، فهتلاقي كل الالوان الغوامق معانا في الشتاء، والفواتح دايما بتبقى في الصيف. الميك اب ارتست كترو قوي يا هبه، بقى اي واحده ماسكه قلم روج وفرشه ارتست. ميك اب ارتست. خلينا الاول نركز على الاسامي المعروفه في عالم الميك اب. يعني بتشوفي في منافسه شكلها عامل زي بينك وبين زميلتك؟ مثلا نقدر نقول سلمى المتولي اسم كبير في عالم الميك اب، فاطمه بدر الدين اسم كبير في عالم الميك اب، المنافسه دي بيبقى شكلها ايه؟ لا خالص، بالعكس، زي ما بيقولوا منافسه شريفه، يعني كل واحد ما وراهاش، يعني ما وراهاش فيها، لا مش غيره، انت بتبقى كل واحد عايز يبقى هو الاحسن بالظبط كده، مع وتتمني اللي قدامك ان هو برضو يبقى على نفس الايه، على المستوى، بس يعني بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. هل في حاجه جديده ناويه تعمليها؟ فيش عمل فني مثلا اسمك هينزل عليه؟ لا الحقيقه لسه الاعمال الفنيه انا يعني ما بقدرش اوازن ما بين شغلي في الميديا بلس ان انا اصلا عندي كورسز ميك اب بدرس، وشغلي التاني البرايدز والحجوزات، فما بقدرش اوازن ما بين ده وده، فدلوقتي مركزه في الكورسز ان شاء الله قريب هنشوفك بقى في اسمك على عمل فني كبير. يا رب ان شاء الله. قولي يا رب. قولي لي هبه، مين الفنانه اللي نفسك تقعد تحت ايدك وتماكيجيها؟ غدا عبد الرازق. بحبها. تجي غدا عبد الرازق؟ وانغام. تاني حد يقول لي انغام، اشمعنى وش انغام؟ ملامحها صريحه، فيها مساحات، فوشها عربي، ففي حاجه يعني انت لما بتشوفي الفيس تحسي ان انت عايزه تعملي للوش ده تشتغلي عليه، فانا دول اكتر اتنين انا نفسي اشتغل معاهم جدا.